رجعنا وياكم مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد. تحياتنا لكل مستمعينا في مدينة تكريت ومحافظة صلاح الدين عبر امتداد الموجة 100.1 FM، وأيضا عبر البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك. لكل من يسأل على صفحتنا راديو لغة تكريت على الفيسبوك، وأيضا عندنا بالبث المباشر ضامن العبيد، تحياتنا إليك يا ضامن، وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا أستاذ زهير حسين الجويني، تحياتنا إليك أستاذ زهير. ايضا هناك الكثير من الرسائل، يعني طبعا يقول طه حسين، طه جاسم، تحياتنا لك يا طه جاسم. اي اوكي، راح نعرض الرسومات ان شاء الله، يعني مال الفنان والرسام خليل ان شاء الله على البث المباشر راح نعرضها. ايضا اللي يحب يتواصل ويانا للمشاركه او يطرح سؤال على الرسام وضيفنا على الآسيا 077-266-5153، والزين 078-3-456-772، وللمسجات 077-30-30-295. طبعا عندنا هذا الرقم بأيضا واتساب وفايبر واس ام اس. تحياتنا لكل مستمعينا. نرجع ويا رسامنا المبدع اليوم خليل، اللي نعرف من عندك يعني المحتوى رسمك عن شنو يتكلم؟ محتوى رسمي يتكلم دائما، يعني انا احب انه يعني كل فنان يسلك مدارس، اكيد مدارس فنيه مثل التعبيريه، الرمزيه، الكلاسيكيه. فاني شنو المدرسه سلكتها؟ المدرسه التعبيريه، الرمزيه والواقعيه اقرب لها، يعني التعبيرية والواقعية. نعم، الواقعية والتعبيرية والرمزية. الرمزية من أرسم رسومات أرسمها بها شيء، يعني تعبير عن بلد أو تعبير عن حالة معينة أو ترمز إلى شيء، يعني مثلا رسوماتي كلها ماكو رسم مثلا رسمتها يعني هيك سهوا، يعني رسمت رسمه بدون اي لازم بيها محتوى، لازم بيها يعني مثلا فد محتوى او فد تعبير او فد يعني فد شيء، يعني نقدر نقول رسمت لوحه في حب الوطن مثلا. نعم، عندي لوحه رسمت في حب الوطن، ولوحه عن تمثل عن معاناه العراق منذ 2003 الى الوقت الحالي. يعني اليوم ايضا انت قلت لي عندي لوحه عن حب الوطن، عندك لوحه يعني لوحات انت رسمتها بداخلك اكو مشاعر وحاسيس تقدر انه تمثلها بورقه او برسمه؟ عندي كثير من اللوحات، يعني الوقت دائما ما يسمح لي انه ارسمها، لكن هي دائما موجوده في مخيلتي، دائما موجوده، يعني موجوده، واحيانا عندي المذكره هاتفي، يعني اكتب بيها اللوحه اللي اريد ارسمها مثلا، او مستقبلا اريد ارسم هذه اللوحه، اخليها بالمذكره، وانه ارجع عليها في وقت، يعني تدري انه يعني هم اكو اعمال واكو يعني ما مسموح لي انه يوميا اني ارسم. صحيح، نعم، يعني تصدف يعني فتره انه تجيني يعني انه ما عندي شيء، او اكو فنانين يعني نقول مزاج، يعني. اي اكو فنان مزاج، يعني مثلا اليوم ما يريد يرسم يعني ما يرسم، باكر مثلا يرسم، او مثلا انا افكر انه بعد 3 ايام ارسم. زين، اذا واحد يقول لي اليوم لازم ترسم ما اقدر ارسم، مزاجي انت مزاجي انه بعد انا مزاجي انه ما اقدر انه واحد مثلا يقصدني على لوحه يقول لي لازم ترسم هسه، لازم ترسم لي. اللي فهمته من عندك بانه مثلا لوحه عن صورة فتاة، يعني وجه فتاة بنية، يعني ما تقدر انت ترسمها بالغصب اذا ما انت شلون نقول داخل بالمود او السيستم. نعم، واكو ايضا انه اذا ما احب الشخصية اذا ما حابها اني ما تقدر ترسمها، ما ارسمها، يعني اخربها، يعني تخرب. يعني اكو شخصيه مثلا يقول لي تعال مو وقتها، او يقول لي تعال مثلا لازم ترسمني وانا ازعل عليك، يعني مثلا واريدك ترسمني بهذا الوقت، ويعني ما الا انت تقول له تعال ارسم، الا اني اذا يصفر مثلا عندي وقت
انه لازم ارسمها بفلان يوم، اقول له بفلان يوم من يصير عندي مجال ارسمها. الا هو يعني وانا لوحاتي يعني دائما من ارسمها يعني عن الوطن، ارسم عن شخصيات عالميه، يعني اكثر من ما احب انه ارسم اشخاص يعني عاديين. يعني الشخص العادي من ارسمه شخص عادي، شخص ممكن عادي ما حد ممكن يعرفه. ممكن ممكن مثلا انه هاي الصوره ما تعجبه يعني يشقها يعني ما يعرف، ما يعرف صحيح. صحيح ممكن انه هاي الصوره مثلا يعلقها ورا سنه يلقيها يعني او يذبها في اي مكان يعني. فاني يعني هيك افكر انه اللوحه لازم اذا انطيها الواحد تبقى يمه سنين، يعني تبقى يمه يعني يحافظ عليها، يحافظ عليها ويعتز بيها، يعتز بيها مثل ما انا مثلا تعبت عليها ورسمتها. ايضا اليوم يعني لما اسالك عن المعارض كم عدد المعارض اللي شاركت بيها، هل شاركت بمعارض من قبل؟ شاركت بمعارض، كان لي اول معرض افتتحته في قصر الثقافه الفنون في التكريت تحت عنوان بدايات. في اي سنه؟ المعرض الاول في اي سنه؟ في 2017. 2017 يعني هم كان معك رسامين او فقط رسم؟ يعني صراحه انه هذا المعرض شخصي، شخصي شخصي فقط. يعني وبعدين شاركت مع الرسامين مثل موجود ايضا رسام عبد القادر، يعني تحياتنا لصديقي، هو مخرج فنون جميله حاليا طالب بكليه وياي هم رسام يعني ويرسم. افتتحنا يعني معرض مشترك انا وياه دكتورة جيهان. هل لاقى يعني هذا المعارضة اللي انتو بعض الرسام، هل المعارضة اللي انت افتتحتها او مع مشاركة من احد الزملاء الرسامين لاقى قبول المجتمع؟ هناك حضور؟ هناك حضور نعم، يعني الرسم لحد هاي اللحظة موجود؟ موجود ودائما يعني اكو داعمين واكو من محبين الفن والرسم ويلقون برسالة. مثلا اكو يعني نقاد يجي مثلا على اللوحة مثل من يشوفها يفسرها، حتى لو ينتقد، مثلا اكو نقد بناء، اكو نقد بناء مو أكيد نقد هدام، كل يعني كل فن اكو نقد، اي كل فن اكو نقد. فمن ينتقد يعني ينقد لوحه وهيك يتكلم عنها باسلوب ثقافي، يقول لي هاي هيك اللوحه هاي تحتاج هيك، او مثلا احد الدكاتره كان موجود قال هاي اللوحه ليش مخلي الاسم التوقيع على يدك اليمنى بخليه على اليسرى. فانا اخذتها هذه، ما سالتها ليش؟ قلت له، حكيت له، قلت له ليش؟ قال لي يعني حكى لي تفاصيل، قال لي هاي هيك ولازم يعني انه يعني الفنان انه يعني هاي طريقته الفن، طريقه الفن الرسم لازم انه تخليه على اليسرى، يعني مو باليمنى باليسرى. فيعني النقاد هم تقدر يعني تستفاد هو نقد بناء اكيد تستفاد منه. تاخذ من عنده ملاحظات، النصيحه، يقدم لك نصيحه، يقدم لك. هو هنا الشغله انه هناك اكو تفاعل وحضور، اكو تفاعل وحضور من داخل مهاوي صلاح الدين ومدينه الدين، يعني اكو جمهور، اكو جمهور، اكو جمهور، يعني جمهور ما شاء الله، يعني جمهور فني وجمهور ثقافي كبير في صلاح الدين. هو هذا اللي انا يعني برايي الشخص انه بعد 2000 ويعني بعد العوده بعد 2015 بدأت تبرز الحركة الثقافية في مدينة تكريت أكثر فأكثر من رسم، شعر، تمثيل. يعني مو مشكورين الشباب بالمعهد من طلاب وأساتذة على هذا المجهود الكبير. عندنا اليوم أيضا تحياتنا للأستاذ ياسين فرج ياسين، أستاذ أسامة محمد صادق، الكثير من 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 الكتاب والفنانين اللي موجودين اليوم بالساحة الفنية. مثل ما قلت لك الرسم إلى جمهور خاص، والرسم إلى يعني أناس يحبوه، والرسم إلى الكثير من الشخصيات المهمة اللي يرسموا. أيضا اليوم سؤالنا الآخر يا يعني خليل، لنعرف عندك شغلة بسيطة، الرسم اليوم في مدينتنا. أوكي مخرجنا اتصال. أوكي ألو ألو نعم ألو السلام عليكم أستاذ، شلونك؟ حياك الله، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا تحياتي لك ولضيفك الراقي. تحياتنا لك صديقي العزيز الرسام خليل ابراهيم. من وياي؟ وضاح. وضاح تحياتنا لك يا وضاح. وضاح العقيد اعرفه صديقي، تحياتي لك وضاح. طبعا حبيت بس انه اسلم عليكم واتمنى كل التوفيق لك البرنامج لك في البدايه. تحياتنا لك يا ورده.
اتمنى له دوام الموفقيه يعني. هو جميل وكل شيء افتخر صداقته. انا افتخر صداقتك طبعا. وضاح العقيد هو اهم كلش راقي فنان يعني، فنان ما شاء الله عليه. هو كان ضيف قبلك. كان ضيف. نعم. يحفظك ويسلمك. تحياتنا لك يا وضاح. لكل كادر. تحياتنا لك، تحياتنا لك يا والده. شكرا يا وضاح لاتصالك الجميل. طبعا ايضا وضاح من الرسامين المبدعين اللي كان ضيف. يعني احنا دائما برنامجي نحاول ان نبرز الشخصيات الشبابيه اللي نقول عليها مهمولين ضايعين، يعني هم ناجحين برسوماتهم او باعمالهم الفنيه، التمثيل او الاخراج او اي فن من الفنون الموجوده اليوم، لكن ما حد مطلعهم على الساحه، ما حد بارزهم للساحه الفنيه في مدينه تكريم محافظه صلاح الدين. طبعا اليوم ايضا قصه نجاح خليل ابراهيم ما يعرفها. قصه نجاح خليل ابراهيم طبعا هي قصة نجاحي، يعني بدت انا اعتبر نفسي انه بديت من الباية، باية النجاح صعودا. يعني هو يعني من القصة لها صعوبات. نعم صعوبات. انا يعني من شاركت طبعا من شاركت في الكوفة في الاسبوع الثقافي واخذت المركز الاول، هنا بدت عندي انه لازم اني اخذ اصل للعالميه، وهاي طموح يعني اي فنان اكيد عنده رسام اي طموح انه يوصل للعالميه. اكيد معرض الكوفه اللي ذكرته وانت حصلت عليه المركز الاول، المركز الخامس ولا الاول؟ لا المركز الاول على جامعات العراق. المركز الاول على جامعات العراق. ويعني كانت مشاركات من كل جامعات العراق، كل جامعات تقريبا، اكو جامعات اهليه لكن جامعات على الاغلب من كل جامعات العراق. اللجنه اللي كانت متواجده هناك اكيد من الرسامين المبدعين في العراق، اكيد من افضل الرسامين بالعراق. فوضعوا لك يعني علامات من الاعجاب والابداع كثيره جدا. فقصه نجاحك بدت من حصلت على المركز الأول. نعم. في معرض الكوفة. أكيد معرض الكوفة اليوم. يعني إذا تحب توجه، أنا هاي اللوحة جميلة جدا، وهاي اللوحة لها يعني خصوصية عندك، وأيضا تقول أنت من جيت أنا من قريتي مدينة تكريت، شفت هذا المكان وعجبتني هاي الصورة. ايضا اليوم هاي يا خليل عندنا كثير من الصور راح ناخذها ان شاء الله بعد الفاصل، مخرجنا المبدع. فاصل ونواصل.